بيتهم بقى. دكتوره شيماء، بدات ازاي الفكره؟ يعني طول حياتنا في افراح، الناس ممكن تقول انا هعمل الفرح بتقاليدنا يعني، وتضيق المساله شويه، تضيق الفرحه بحيث انه يعني ما يبقاش فيها يعني اسراف فيما يعتقد البعض انه يعني مش مقبول او منافي للتقاليد يعني. بنشوف الافراح كده، في ناس بتأيدها قوي وفي ناس بتسيب الناس تفرح في هذا اليوم، لكن ما شفناش حكايه افراح اسلاميه او للنساء فقط. هو حضرتك يا استاذ وائل لما قلت لي الفكره، احنا كنا متجمعين مع بعض في فيلا كانت صديقه لينا ختمت القران، فقاعدين قلنا يلا ننشد لها ونبسطها يعني. فاخدنا صينيه كده كانت على الترابيزه وقعدنا نغني ومش عارف ايه، فقال لي ايه ده ايه ده ايه الحاجات الحلوه دي، طب يلا يا شيماء اعملي فرق. قلت لهم يا جماعه فرقه ايه طب لا يلا، ده في حاجه اسمها فرق نسائيه واسلاميه اعملي. فروحت فكرت في الموضوع، ابتديت اخرج افراح اي حد من صحباتي كده يعني من غير فرقه ولا حاجه، اخد بنات من بنات مثلا طالبات عندي، يلا يلا بنات. لقيت الموضوع ما شاء الله، لا يلا يعني تاخدي، ما هي بنات عاديه يعني مثلا بنت بيعملوا ايه؟ صاحبتي، ما هو بنغني الفرح، ونعيص كده يعني. ما هو اللي فالموضوع بيغني ده يعني حد بيكون صوته كويس، بيكون دارس موسيقى، لا عارف هو الموضوع مش دارس ولا صوته كويس، هو الموضوع ان انت يعني في انت عايز تدخل فرح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ احب عليه الاعمال الصلاة الى الله والسلام. ادخال الفرح والسرور على قلب المسلم، زي اماطه الاذى عن طريق الناس، زي مراعاه الجار، الحاجات دي كلها. انا بعتبر ان الموضوع فرقه افراح اسلاميه او نسائيه عامه، لان احنا بنروح لجميع الناس، اي ست بتتصل بينا تقول انا عايزه افرح وانبسط بنقول لها حاضر. دي لا يحضرها رجال دي لا ولا الزوج حتى ولا الاب. لا هم ليهم 10 دقايق في الاول، اول ما ندخل الفرح العريس ممكن يدخل، الاب الاخ بيبقى لسه البنات باليونيفورم واحنا لسه بالنقاب، بيخشوا يسلموا 10 دقايق وبيبتدوا يخرجوا، واحنا بنبتدي نشغل شغلنا بقى، نبتدي نكبر بقى الفرح ونعمل عروضنا ونرحب بالعروسه والناس. والناس بقى بتاخد راحتها، انتوا بتقلعوا النقاب طبعا كله بيبقى قاعد براحته يعني، كل الستات بتبقى قاعده. كل الستات دلوقتي يا استاذ وائل عندهم مشاكل وعندهم ضغوط نفسيه وعندهم ضغوط الزوج والولاد، فما بيجي مجال ليهم ان هم يفرحوا بحريه، ان مفيش قيود. مثلا احنا مثلا كل واحد يفرح براحته يعني، انا ما بعترضش ان في افراح مختلطه، دي هم كل واحد له فكره وله طريقته يفرح براحته. احنا لقينا نفسنا في الفرحه بالطريقه دي، ان احنا بنبقى لوحدينا، العروسه بترقص براحتها، تلبس براحتها، صاحبات العروسه، قرايبها، بتبقى في حريه ان يعني هنا لان الفرح قاصر على النساء فقط بالظبط، فهنا يعني تمارس الحريه بالشكل لا يزعج احدا يعني، بالظبط لا زوج هيقول لها انت عامله ليه كده لا ولا لا لا ابوها ولا بالظبط حد يعني. بالظبط يعني هي حريه من نوع من انواع الحريه النسائيه. طيب وانتوا هنا، طب الفرقه بتعمل ايه؟ انتوا بتغنوا ايه؟ اي اغاني ولا؟ لا والله بص حضرتك يا استاذ وائل، احنا الناس كانت واخده فكره عن الافراح الاسلاميه ان هم ناس معقده وناس كئيبه وناس لا نحن مش عارفه غرباء ايه وطالعه على مفيش الكلام ده خالص يا جماعه، دول كانوا الكفار. لا يعني مفيش الكلام ده، احنا اول ما بنخش اي فرح كله بيبقى قاعد عامل فعلا، بحس ان وجوههم ما فيش يعني، بترقصوا وتبقوا مبسوطين يعني وكل في حاجه بدل رقص يعني. يا استاذ وائل بيبقى في بدل رقص يعني، في بتلبسوا في بدل عروض رقص؟ في عروض يعني، لا مثلا يعني البنات المنتقبات دلوقتي بيقلعوا بيلبسوا بدل رقص؟ لا مش بدل رقص حضرتك يعني، مثلا جلابيه فلاحي معموله بستايل معين، مش عارفه في يونكات ايه، حاجات اللي هي حلوه وفي نفس الوقت يعني بس جسمهم بيبقى باين. انت فعلا بتخلي الساعه واحده ولا بتسهرها؟ لا 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 لا، واحده ونص لسه. وحتى لو جسمهم بان هيبان ايه، هيبان بس مثلا لازم نسمعه من الاول قبل التعليق. اتفضل. طيب بس انت ما قلتليش بتغنوا ايه؟ بنغني مثلا اغاني جميله زي محلى الليل عروستنا الجميله، علوا الفرحه بزياده، افرحنا بالسعاده، الكلام ده كله. ولا الدي جي استاذه شيماء هو اللي بيتولى انه هو بيشغل الاغاني؟ مين؟ اصل فكره انه يبقى في دي جي
هو بيشغل موسيقى مسجله واغاني مسجله. لا احنا ما عندناش موسيقى، احنا بنشتغل بالدف والانشاد. ما عندكوش موسيقى؟ لا ده على اساس موسيقى. الموسيقى حرام؟ لا انا ما بتكلمش في قصه الموسيقى حرام او الموسيقى حلال. استبعدنا احنا عندنا الاداء بتاعنا بالدف مطلوب، هم طالبين من كده واحنا اتدربنا على كده، لان الاداء بالدف له رونق عالي جدا وله بهجه عاليه جدا، وبصراحه يعني احنا بنروح لناس عاديه جدا مش منتقبات بينبهر، ومش ممكن ان في حد بينشد وبيطلع وبنات بالدف بالجمال والحلاوه دي، يعني سبحان الله. مش معنى كده ان انا هقول يا جماعه لا، انا ليا شغلي وليا طريقتي وبفرح بالطريقه اللي الناس دي بتطلبها مني، او العروسه لما بتقولي انا مثلا عايزه فرحي بالدف لا، يعني بتقدري تعملي يعني الفرح ده ما الناس بتجيب ايه اللي هيعمل لنا ليله كويسه نفرح والله فيها؟ والله حضرتك كويس. انت لو دخلت بتعمله ده؟ الحمد لله. انا بقول لحضرتك وانت داخل الفرح غير وانت خارج من الفرح. احنا واحنا خارجين من الفرح الناس بتبقى منبهره وما لا مش عايزه تسيبنا، احنا مبسوطين معاكوا جدا، طب اقعد وقت زياده، طب مش عارف ايه. فبجد انا ببقى سعيده جدا ان انا فعلا كل الناس فرحت وان كله مبسوط. طيب بسرعه مريم او دنيا الاول، هاخد منكم كلمتين. انا عارف ان الدكتوره شيماء هي بس انتوا يعني مبسوطين بده، اتعلمتوا ده ولا عملتوه ازاي؟ يعني انتوا عشان تبقوا فرقه بتجمعوا بعض كده ولا في تدريبات وبتتعلموا حاجات؟ لا مش شرط يكون في تدريبات، وفي الاول وفي الاخر دي بتبقى حاجه بتبسطك انت كبنت مش اكتر، ومفيش تدريبات. هو مسافه ما بتطلع فرح مثلا مره واحده بتتعود خلاص، بيبقى في تعود. يعني انا شفت كذا حاجه حصلت قدامي خلاص انا اتعودت. مره على مره بنتعلم، مره على مره. بس انتوا بتقلعوا اللبس ده كله اول ما يبقى النساء فقط؟ ايوه. هو قصه القلعه يا استاذ وائل، هو انا هقلع هقعد؟ لا، في شوهات كل شو وله الزي بتاعه، يعني الفلاحي الجلابيه الفلاحي، الاسكندراني الزي الاسكندراني بالعبايه اللف بالبرقع، الخليجي بيلبسوا العبايات الخليجي الواسعه وبيعملوا عرض كده، البطريق بيلبسوا البطريق والبنات بتقف وراه، يعني شوهات جميله جدا وعروض، واجدع صحاب ما شاء الله بنغنيها على فكره، ودي اغنيه بقى مش اسلاميه بس. هنا مثلا اهو دي صور. دي يعني شو يعني احنا مش شو مع الحصان والبنات لابسين لبس الفلاحي، ف يعني واخدين حريتنا وبنعمل شوهات لطيفه الناس بتنبسط منها جدا. طيب مريم انت يعني مبسوطه باللي انت بتعمليه ده ولا يعني المساله بالنسبه لكم يعني؟ لا هي بصراحه حاجه مفرحه لاي بنت، انا يعني بعرف اتعامل بحاجه زي كده في قلب البيت عندي ومع والدتي. حباها انها فن وبتفرحوا الناس؟ اكيد طبعا، يعني ما يعني على قد ما مثلا بقضي اليوم وكده بشوف فرحه في وش الناس بتخليني ان انا اقدر استمر في حاجه زي كده واقدم وافرح الناس اكتر. طيب هنا سلمى، يعني ايه دي جي اسلامي كمان؟ يعني الدي جي الاسلامي يعني احنا ما بنشغلش عامه اغاني فيها موسيقى ولا بايقاع، يعني بيكون مثلا فيها دف الكلام ده، ما بنشغلش مثلا موسيقى. ازاي ماشي؟ ما هو في اغاني مترتبه على ان هي مثلا ايقاع فقط بس بدون موسيقى، مسجله يعني مسجله جينا على سيديهات يعني. طبعا على يعني اساس ان الموسيقى انما مزيكا لا، لا احنا ما بنتكلمش موضوع الموسيقى، احنا مش بنتكلم في قصه المزيكا، احنا الامر اللي احنا بنشتغل فيه او الفريق هو بينطلب منا كذلك، احنا بنطلب منا ان احنا فريق دف وانشاد. مثلا انا عندي دنيا المنشده، عندي اربع منشدات مثلا، بنسجل اغاني لينا على الدف وبنشغلها في الفرح في العروض، يعني ما انت عشان ساعتين انا مش ما انا مش لما اقول لك ان انا بنتين البنات يقعدوا يدفوا ساعتين انا كده ببقى سوري يعني. طيب قبل ما اسالك السؤال اللي ممكن يساله الناس، يعني هل ده تجاره باسم الدين؟ تعالوا نعمل حاجه اسمها افراح اسلاميه هتكسب اكتر. بص يا استاذ وائل، انا قبل اول حاجه قلتها في الحلقه، انا بشمل اسلاميه ونسائيه، انا عمري ما تاجر بالدين في حاجه زي كده. ايش دخل تجاره الدين في كده؟ انت بتعمل دعوه حلوه ان انت ممكن تفرح وتنبسط، بس انا حابه ان انا اكون ما فيش اختلاط، انا مش عايزه رجال، مش عايزه اتنطط وارقص، انا حره، انا عايزه ابقى لوحدي والعريس مع اصحابه مع اهله بره في القاعه بتاعته خاصه بيها، كل زي ما اتفقنا ان كل واحد، في ناس بتعمل افراح عاديه في الشارع في القاعات ومحرين في الافراح. يا دكتوره شيماء ده حتى الامهات بتتخ يعني
تتخلين عن ال الوقار والتقاليد في الام بترقص. والله احنا بنشوف الحاجات دي ومحدش قال لها ده عيب، ده بالعكس الناس بتلاقي ده يعني الام ما بترقص. احنا بيحصل كده بيرقصوا وبيتخلوا كل حاجه، بل بالعكس بحريه اكبر. معلش يعني دي يعني انا لو في ناس عامله فرح في الشارع مثلا او في قاعه او في الفور سيزون او في اي مكان مختلط، هي حابه تعمل بكده هي حره، هو ده حريه. طيب استاذه